بيحكي عن آسيا سل. التقرير بيحكي أنه في الشركة، شركة الاتصالات، أطلقت مبادرة اسمها أنتي. هاي المبادرة لحتى تخلينا نتطلع بشكل أوسع وتلفت نظرنا عن الجانب المشرق في المجتمع اللي بتمثله المرأة. طبعا خصصوا مساحات مميزة لحتى يقدموا في مراكز بيع وبيع مباشر خاصة بشركة آسيا سل، لما المرأة كان لها يعني قيمة زمان، ما كان لها قيمة أقل، بس إنه كان التركيز عليها أقل وكانت هي بالمجتمع يعني مو فعالة مثل هلأ. فكمان هلأ قرروا إنه يشملوا أكثر بهالمبادرة ويفتحوا عيون الناس على كل احتياجاتها. بالضبط، ويفتحوا عيون الناس عليها. خلينا نطلع نشوف هالتقرير. في ابتكار جديد أطلقت شركة آسيا سل للاتصالات مبادرة أنتي، والتي تركز بصورة أساسية على إبراز الجانب المشرق من المجتمع والمتمثل بالمرأة. تعمل هذه المبادرة على إعطاء دور مميز لخدمة المرأة في المجتمع من خلال تخصيص مساحات مميزة لتقديم الخدمات في مراكز البيع المباشر الخاصة بشركة آسيا سل لما للمرأة من قيمة عليا في المجتمع. وتشمل المبادرة أيضا إطلاق مشاريع إنسانية. وتهدف هذه المبادرة منح المرأة العراقية فرصة الاستفادة من مجموعة من المزايا والخدمات التي تلبي احتياجات السيدات من مختلف الشرائح والفئات العمرية. بالإضافة إلى هذه الخدمات، شملت المبادرة جوانب إنسانية قام بها الكادر النسوي في آسيا سل. بعض من هذه الجوانب الإنسانية كانت مبادرة رسم لوحات على جدران المدارس في بغداد لإعطاء صورة أجمل للمدارس. ومن جانب إنساني آخر، قامت مجموعة أخرى من موظفات آسيا سل وبمساندة منظمات المجتمع المدني في السليمانية بتوزيع النباتات والكتب في الأماكن العامة لإعطاء رسالة واضحة مفادها أن المرأة هي أساس المجتمع، وأن آسيا سل هي الرائدة في قيادة مثل هذه المبادرات. وفي مناسبة إطلاق مبادرة أنتي، أعلنت آسيا سل عن إطلاق برنامج تطوير الأعمال والمشاريع الصغيرة للسيدات في 18 محافظة عراقية. يتمحور البرنامج حول قيام 18 مرشد من الكفاءات العالية والمتميزة ضمن كوادر آسيا سل بعملية الإرشاد والمتابعة من خلال دورات ميدانية مكثفة في مجال إدارة الأعمال، وكذلك نقلا لمعرفة وتقديم النصائح والمحاضرات وبشكل أسبوعي عن بعد عن طريق شبكة الإنترنت أو محاضرات فيديوية ومرئية لهن.